مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران. ربما راح تتفاجئوا لأن برنامج ما وراء الجدران ما توقفش هذه الصيفه لسبب واحد وهو الكم الهائل من الطلبات، يعني رانا نتلقاوها يوميا واستحاله عدم الرد عليها. الزمنا أن برنامجنا ما يتوقفش وما نجح ندي عطله فقط باش نسمعوا صوتكم، اوجاعكم، احلامكم كذلك وحتى افراحكم. اذا برنامج ما وراء الجدران حيكون كالعادة كل سهرة يوم أربعاء على قناة النهار. أكيد حتكون يوم قضايا متنوعة ومثيرة، لكن قبل كل هذا نرحب بالأستاذ عبد الحفيظ كورتال. أهلا بك أستاذ. ونرحبوا بالشيخ شمس الدين. يعني الشيخ قلنا حين توقفوا لكن اليوم ما قدرناش. والله الحمد لله ما نشغل ناخذوا عطله، طلبات كثيره والناس كلها في حاجه الى هذا البرنامج. اكيد وحنا هنا مشاهدينا رانا في خدمتكم باش نلحقوا كل طلباتكم، يعني وقلنا نتقاسموها معكم. قضيتنا اليوم هي قضية شابة سهام 25 سنة في عمرها، أم لطفلين. المشكلة سهام أنه ترعرعت في كنف عائلة تعرف الأم والوالد، لكن هذا الأخير رفض أنه يسجلها باسمه. تعرفت على الشاب وعدها أنه يقاسمها همها وأنه ينقذها من الضياع اللي كانت فيه، تزوج بها، لكن بمجرد استفادتهما من سكن اجتماعي قرر أنه يطلقها بعد ما اختلق مشاكل وتعرف على امرأة أخرى. اليوم سهام راهي تصارع مشكل الوالد اللي ما حبش يستعرف بها، ومشكل هذا الزوج اللي طلقها وخلاها يعني تعيش في ضياع وتشتت. سهام راهي حاضرة معنا في البرنامج، مرحبا بك معنا سهام. قلنا أنت تعرفي الوالد ديالك والأم كذلك، لكن والدك رفض أنه يسجلك باسمه، بقيتي تحملي اسم مجهولة نسب. مجهولة النسب. طلت 25 سنة في عمرك رغم أنك تزوجتي وأسستي عائلة، طحتي كذلك في هذا الزوج اللي نقولوا أنه ظلمك ربما بعد ما طلقك وحرمك من السكن. وتفضلي احكي لنا قصتك. فيها حقرة حقرني باسكو شغل ما عندي حتى واحد، الأولى ربي والثانية أنا درته هو، بصح هو حقرني. قبل ما نروحوا لهذا الزوج نروحوا الوالد هذا اللي رفض أنه يمنحك اسمه. بابا كنت عايشة عنده لاباس بيا شغل معاه، من بعد كنا هو ويماه وأنايا. لا هو يعني زواج يعني قائم بينك وبينه وبين يماك. زواج بالفاتحه. بالفاتحه. ومن بعد كي تزوج عشت معاه ومع مرته، جاب الطفل ماتلو، بعد زاد الطفله، ومن بعد ما بغيش وليت. يما انا عارفه يسكنوا في زوج قدامي. قلتي عشتي معاه ومع مرته؟ نعرفها مرته، عشت معاها. شي مع يماك؟ عشت مع يماك، شغل خطر نوضوا مشاكل يحاوزني هو يما، كي نروح انا لعند يما راجل يما يحاوزني. يعني كل واحد فيهم كل واحد من يقول لي روحي يماك عاودت حياتي. مربيني غير الجيران، تربيت من دار لدار. باباك ويماك مطلقين؟ مطلقين. كي يزعف عليك باباك يبعدك عند يماك؟ كي تزعف عليك يماك؟ ايه تحاولك عند باباك. ماشي بابا ماشي يما اللي تحاول. راجلها. راجلها كي صار مشاكل. وباباك كي تزعف عليك مرته؟ ما على باليش، يضربوا هكا مشاكل ولا يقول لي هو روحي ماشي مرته اللي تحاوزني. باباك يقول لك روحي. روحي لعند يماك. وهذا لا يجوز له شرعا. ما يجوش لراجل يحاوز بنته وين يبعثها؟ واجب عليه يقوم بك. انا راني نشوف في حياتي واش راهو يصرى لي كاع بسبب بابا. يعني باباك معترف انه انت بنته؟ معترف يقول لك ايه بنتي. بصح في الصح ما يقدرش كان راح يمد لي اسمه من بعد دار عليا. وعلاش؟ قال لي نصحك نصيحه لوجه الله، قال لي انا كي نعطي لك اسمي واش راح ديري به؟ هذا الرجل دارك وراجلك وولادك. اسمحي لي دقيقة. لأن راكي خايفة على حقك. هذا الرجل لو كان يعرف وجه الله أو كان هو يروح يسجلك في الدفتر العائلي كبنته، لأنك أنت بنت شرعية. أنت جيتي من زواج شرعي. إيه بالفاتحة. ماشي وقع خطأ. لا لا. أنت شكون اللي قال لك باللي زواج شرعي؟ جدي بابة بابا وعمومي قاعدين قاع قالوا لي حضروا الفاتحة. حضروا الفاتحة. يعني كاين شهود. أنا عمومي مستعرفين بيا. اليوم راكي مسجلة باسمي يماك. اسمي ما حبش يطولوا لي، قال لك حتى يبان بابك. وانا بابا يسكن قدامي، انا يسكن 154 ويسكن 145. كي نجوز عليك شغل. كمل لي النصيحه اللي قال لك لي نصحك لوجه الله. قال لي نصحك نصيحه لوجه الله. قلت له دوكا كي متزوجه عندك العقد؟ قلت له ايه عندي العقد. قال لي دوم لك دارك وولادك وراجلك. قال لي انا مانيش راح ندوم لك. قال لي راكي خايفه على حقك. حقك انا على بالي بلي مرتي ماهيش راح تاكل لك حقك. هذا كلام باطل، سمحي لي لازم يسمع هذا الرجل، هذا كلام باطل. واش هذه فكره زعما واش ديري بالاسم تاع باباك مادام راكي مزوجه؟ ما لا مليح اللي يتزوج ما يسحق. حرمني منه. انا مانيش نحوس على دراهم ولا
نحوس كيما اسمي كيما خاوتي عنده اسمه وخليهم يسجلهم نقريهم لابس بيهم. علاش حتى الان باش بديتي تحوسي على الاسم تاعك؟ علاش ماشي ما قبل يعني قبل ما تزوجي؟ صغيره كنت محقوره ماشي عايشه لاباس بيا، ضيعوا لي حياتي، ما دخلت نقرا ما والو. دوكا يعني عندي بنات يعني خايفه واش صرا لي صرا لولادي. نقولوا انه كنت متشرده من دار لدار، كنت متشرده من دار لدار، متربيه من دار لدار، تربيني خطرا خالتي خطرا عمومي خطرا الجيران، كل واحد كيفاش كيوصل هكا العيد غير الجيران يدوني. كاينه واحده مسكينه الله يرحمها خالتي نصيره، هي اللي كانت كل عيد تكسيني نمرض تديني هي سبيطار كلش هي وراجلها مستكفه بيا. تقولي عمومك يعني عمي دوكايا هو اللي هما اللي وصلوني. وعلاش ربما عمومك ما طلبوش من خوهم انه يسجل؟ ما حبش. دخلت العائله ورفضت ذلك؟ ما حبش. ما من جيران كيروحوا ابناء الحي كيروحوا ليه يقول لهم نخافكم نستعرض بيها ندخل للحبس، كل واحد وش يجي يهدر. واش معناتها استاذي لو كان الصعب؟ والله الامر الامر بسيط يعني، هذا مجرد كلام. هو قال لها يعني انا سمعت يقول لها باللي الحقوق تاعك تاخذيها، هو منحها حتى من حق في الاسم. نعم يعني القضيه بسيطه، هو هي ما تقدرش تكون عندها اسم عائلي ولا تسوي الوضعيه تاعها بلا ما يكون كاين زواج مدني، يعني لازم يكون كاين العقد، لازم يكون تثبيت زواج. نعم. عن طريق المحكمه يقوم به الاب تاعها والام تاعها، وبعد ذلك يتم اسناد النسب بعد هذا الزواج، لانه الان في الحاله هذه ما تقدرش يكون عندها نسب، هو اصلا ما كانش زواج على الورق يعني. أنا ربما هذا الشيء اللي يمنعه، ربما ممكن هو خاف يدير عقد، خاف يعقد مع زوجها، ما يهدرش معايا ممكن. لا ما كانش مشكله، ممكن هي سيده متزوجه، الام تاعها متزوجه، هو ايضا متزوج، يعني كل واحد يحاول يحافظ على استقرار العائله تاعو. وين راح يدخل الحبس؟ ما كاش الحبس. ولكن ربما كيف انسان يعترف بنته الشرعيه اللي جات من زواج شرعي يدخل الحبس؟ هذا دليل على انه يكذب عليك. ما هدرليش ليا شيخنا، يهدر لي يروحوا عيبات كبار ابناء الحي كيروحوا ليها يقولوا له بنتك هي محقوره، وقف معاها على رجلي، علاش ما تخدم لها شكوى غطاها؟ يقول لهم لو كان نخدم لها شكوى غطاها ندخل للحبس. ماني خايف. انا كي نجوز في الطريق ما نحسش بلي عندي بابا، لما كي نسلم عليه هكاك شغل ماشي بنته، نجوز هكا في الطريق ما يهدرش معايا، يعطيني بظهره توجر ما على بالي. بعد كل هذه المشاكل اللي عشتيها تعرفتي على شاب كان في عمرك 17 سنه انذاك، احكي لنا كيفاش تعرفتي عليه؟ كيفاش تعرفت عليها؟ كما انا تربيت قلت لك من دار لدار، كي بديت نكبر ولاو يقول لك شما يصرا ولا حنا نتحملوا المسؤوليه، كل واحد وش يهدر. السيد هذا قال لي نتزوج بك، ما كانش عندي الكواغط، تزوجت به بالفاتحه، قلت لك هذه المراه اللي كانت تكسيني. استنى دقيقه باش نكمل معك، جاء خطبك من عند باباك؟ لا لا، من عند الجاره. هايلك استنى خاطر هذه مهمه المعلومه. جلسه الفاتحه شكون كان الولي نتاعك؟ راجل يمه. راجل يماك؟ راجل يما وعمي. عطاله الوكالة؟ ما حبش، قال لهم ما نحضرش، ما مانيش مستعرف. اذا هل الزواج صحيح شيخ؟ قال لهم عندي ما دخلني، راح راجلي لبابا، راح البابا قبل ما يفتح، قال له دوكا بنتك انا ناوي فيها الحلال نسترها، قال له باش تحضر معاها باش نفتحوا، قال له انا ما نجيش للفاتحه وما تجيش ليا. يعني ما كانش رضا الوالد الشيخ هنا. ولم يكلف هذا راجل يماك، راجل راجل يما وعمومي حوقفوا معايا فتحوا لي وبنيت لتمك في الحي بناوا لي. هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول السلطان ولي من لا ولي له، يعني الطريق الصحيح كان عليه يروح للقضاء يعني وكيل الجمهوريه اظن الله اعلم. هو يمثل السلطان؟ لا، رئيس المحكمه. رئيس المحكمه يروح لرئيس المحكمه يعيط لباباك. في المذهب الشافعي يسقط الولايه تاعه، في المذهب المالكي لا ينذره، يعني يقول له عقد لها، اذا ما عقدت لهاش اسقط الولايه. صبري عليا باباك، باباك فاذا رفض باش يزوجك يسقط الولايه ويامر هو باش يعقد لك ويكون الولي نتاعك. مشكله في الاسم، مشكله في الزواج، ومشكله في الزوج اصلا يعني في كل شيء. راه مزوجه بالفاتحه فقط مع زوجها؟ لا لا عندي. اختي عائشه اسمحي لي نزيد اختيارك حاجه. تفضل شيخ. الامام حضر. الامام نهار قالوا له بلي عندها باباها الحقيقي ولا ما قالولوش؟ قالوا له ما حبش يجي. صح، عندها باباها ما حبش يجي، وهو قبل باش يكون راجل يماك ولي عليك. ماشي غير راجل يما، كان راجل يما وعمي وعمومي كان تماك. شكون وكلهم؟ يما قالت لهم زوجوها بنتي ما تبقاش في الزنقه. كان اسمحي نقول لك هذه باش الائمه يسمعوا، كان على الامام ان ما يعقدش، ما يعقدش.
لان لازم من الولي، الولي هو الاب، في غياب الاب الولايه تنتقل باراده الاب. اما الاب ما وش حاب يزوجها، السلطان ولي من لا ولي له، واحد ما يقدر يدي الولايه على البنت. عقدت لي المحكمه عقد عندي الليفري هذا. خلاص اذا المحكمه عقدت، كيف فرحتيني الان؟ اذا المحكمه عقدت لك فالعقد صحيح. لان المحكمه هي سقطت ولايه الاب هذا. قلت لهم بابا ما وش حاب؟ هو رجلي ما هو لي. قال لهم بابا ما وش حاب؟ والمحكمة أخذوا القرار يعقدوا لك. وشهادة راجل خالتي. جيد. وهذا الكلام اللي فتحته عنده. زواجك صحيح، وأنا ارتفعت الشبهة والإشكال. يعني بناتك يعني عندهم اسم؟ عندهم اسم مسجلين في الليبري. مسجلين. أبدا. إذا نروحوا، كيفاش كان يعاملك بداية قبل ما تستفيدوا من سكن؟ لاباس به، كان يخدم. لاباس به، ما كانش مشاكل، ما كاين والو. ما كانش يخبط. يسكر. إيه ولكن تقولي لاباس به، دوك المشاهدين يقولوا لاباس به، انسان صالح. ماشي مشا زعما كيحاوزني، انا شيخنا يحاوزني في الليل. ولكن انت كي نهارتي خطبك كنت تعلمي بلي يسكر. كنت على بالك. على بالك. جاوبيني باش باش ماشي من بعد يقول لك خدعني و... لا لا على بالنا بلي على بالك بلي يسكر تاع البنات ويخبط وكذا. ماشي تاع كان يروح يسكر هكا. ما يسكر وين؟ فلافلاش في الصابله. ما على باليش انا. ماشي تاع البنات. ما شفتوش معاه. المهم على بالك بلي يسكر. على بالنا بلي يسكر. ولكن صافي ما خدعكش الرجل. كيفاش تقبلي بواحد يعني ما عنديش فين نحرو اختي. عندي بابا، عندي ما بصح ما كاش اللي يلمني. النهايات على حسب البدايه. ما كاش لازم نتزوج ونستر، ما كاش وين نحلها وين تروح. وانت تشوفي الستره مع انسان. ما كاش وين نروح للشيخنا، ما كانوش عندي الكواغر. ما كاش كيفاش ندير. انا ماشي نقول لك نقولوا قدر الله وما شاء فعل، ولكن للحكمه انت كان عمرك 17 سنه. وجاك راجل وصرح لك باللي يسكر. لكن تسمح لي الشيخ. ولكن شفتي انت هو كان يسكن قدامنا وليد حوم. انا تعرفيه يعني الشيخ فتاة قيل فتاة من صغرها. خلينا نشوفوا المشهد من منطق. نعم. فتاة من صغرها هي ضايعه، تقول لك انا من بيت لبيت، يعني واحد يطرد الاخر يستقبل. يعني من صغرها تربات بهذا الوضع. تتخيل انت كما يقولوا الغريق في الرغواي يشد. الآن تتخيل هي تحوس تنجو، يعني تحوس تنتقل إلى عالم واحد آخر بخلاف العالم اللي عاشته. تقول لك الأب تاعي لما يشوفني يدور وجهه. زوج الأب يحاوزها، يعني نظن بأنه مقبول بعض الشيء أنها تقبل بأي زوج، يعني حتى ولو لم يكن سكير، يعني تكون فيها أشياء أخرى. المهم هي تبحث عن سند، تبحث عن رجل وسقف في الأول والأخير. ربما تقول لك يستقيم، ولكن نقول لها الآن هي حتى هذا الشخص نقول لها ترفضيه، يعني حترفض كل المجتمع اصلا رفضها. النهايات على حسب البدايات، البدايه كانت خاطئه. انا مش حملك انت، انت ضحيه استيراحك في مجتمع هكذا، ولكن انت يا اذا ما كانت كاين قصه غراميه بينك وبين هذا الشاب، انت شفتي باللي تروحي تعيشي مع واحد سكير افضل من الوضعيه اللي كنتي تنتقلي من عائله الى عائله. هكذا خممتي انت. ما عنديش وين نحروح. نحروح وقبلتي به؟ اي نقبل، ما كاش وين نحروح. اذا كل واحد كيفاش نروح لعند بابا يقول لي روحي لعند يماك. ماشي نمشي نبدا حوايجي ونمشي في الحومه هكايا. كل واحد وشي، واحد يقول لك نشدها تخاف يجوا لي عمومها، تخاف يجي لي راجل يماها، تخاف يجي الناس تخاف. المهم انت يا وليا وكنتي صغيره و17 سنه ومن العائله لعائله، يعني لو كان يولي التاريخ الى الوراء كنت تغيري الموقف تاعك، ولكن قولوا قدر الله وما شاء فعل وراضينا بالقضاء والقدر. احكي لي على هذا الزوج، نهار دبر مسكن كيف تغير؟ قال لي انا تزوجت بك ديت بك السكنه. واش قال لك؟ انا تزوجت بك ديت بك السكنه. قبل ما تديو السكنه سكن لا كنت حول ولا قوه. كنا ساكنين في السمار في البرارك. قال لك ديت بك السكنه. يعيط قدام الناس، يخرج للبالكو الشراب ومشعل الغنى ويبدا يعيط، يبدا يخسر بالهضره. هو السكران يعيط من البالكو. ويقول هذه تزوجت بها، ديت فيها السكنه هذه، باباها ما دارش فيها الخير، انا باش ندير فيها الخير؟ انا كي دوك نطلقها ونجيب وحده في عمرها 16 سنه. يبدا شحال عشتي معاه قبل ما تستفيدوا من هذا السكن؟ عشت معاه 5 سنين. قلتي انه كان يطردك في الليل، يخرجك من البيت. هنايا في البعطيمات الناس يجوا لابوليس يقولوا جيب لي ورقه من عند البروكيور باش ندخل. وعلاش انا وبناتي؟ مالك كي كان يخرجك واش كان يدير هو؟ يبقى يسكر، يشعل البوست ويسكر، الجيران يروحوا الكوميساريه يشكو به ثاني.
انا نروح لابوليس يبعثوني لدار شرع نجيب لهم بريه من عند وكيل الجمهوريه باش يعطوني ندخل للدار. كنت تخرج انت وحدك ولا مع بناتك؟ ندخل نخرج مع بناتي، وحده في يدي وحده مسكينه تمشي. يعني البنت تتزوج باش ترتاح في بيتها. نعم. عند راجلها. وشوفوا المصيبه، بنت تتزوج وتعطي تولي تعرف البروكيور والكوميسار والشرطه وجيبوا لي ورقه باش تدخل فقط لبيتها لانها وضعت نفسها عند رجل غير امين. العلماء واش قالوا؟ المراه لازم تضع نفسها عند رجل امين. يعني تامن فيه على نفسها. انت وضعتي نفسك عند خمار يخرج للبالكون يبدا يعيط يقول دبرت بها السكنه، هكذا دبرت بها السكنه، وبعد ما دبر السكنه قال لك نطلقك ونجيب وحده 16 سنه. طلقني. كل هذا طلقك حقيقه؟ نعم. كل هذه المعامله السيئه شكيتي به؟ شكيت به، ضربني خطره بسيف في ظهري. باش؟ بالسيف. بالسيف. ايه، وخطره ضرب لي بنتي وضربني، غير كيما بدل لي المسكن بدلوا لسي مصطفى من جهه اسمه بومرداس. بدلوا لتماك لازم فوتوكوبي تاع لاكارت وتسريح شرفي تاع المراه باش يقدر يسيني للسيد. انا ما حبيتش نعطي له الكواغط، كنت مريحه عند اختي لتماك. باش ينحي لي الكواغط الطريق ضربني بالموس. راني دوكا دايره سيرتيفيكا 15 يوم راهي في بومرداس مازال ما بحثولوش. ضربك بالموس وانت مطلقه؟ لا لا، كان مازال ما طلقت. مازال زوجك يعني؟ في رمضان هذا اللي في الزنقه في الشارع. اه، في الدار اللي بدل فيها السيد لولاده. يعني دار ساكن اجتماعي ودوكا راهو يبدل فيه. بدل بصح انا خرج لي السيد باسكو ما قدرش يكتب له. لازم سينياتور نسينيلو تسريح شرفي فوتوكوبي تاع لاك. يعني نفهموا انه هذا السكن باسمكم انتم الاثنين. اي، دوكا كي خلصنا المفتاح خرج لنا هذو لي بوسفوره، خرج لي اسم نص باسمي 3 ملايين و3 ملايين باسمه. باش تشوفي حتى الناس هذو يعني نفتحوا قوس فقط نقولوا هذ الناس كانوا عايشين في سكنات فوضويه، يروحوا للعماره تخيلي حال الجيران اللي عايشين معاه. وشوفي باقي العمارات على مستوى الوطن، شوفي هذ الناس كيفاش التركيبه تاع العماره كيفاش دايره. يعني كاين ناس نظن بالاحسن انهم يبقاو عايشين في فوضى وما يستاهلوش اصلا انهم يسكنوا في عماره. الجيران اللي معايا ما شاء الله. نعم. ولكن انت تقولي انه سكير وزيد يدير الموسيقى هو صح. الجيران ما شاء الله. ولكن انت شكيتي به والجيران في ظل كل هذا؟ شاهدوا معايا كي رحنا للكوميساريه قال لهم ما تقدروش تشكوا به انتم باش يخرج من الدار، تقدروا هي مرته تشكي به وانتم شهود. وصرا هاد الشيء وقع، درتها اي حكموا عليها شهرين حبس. كي ضربك بالسيف وضرب بنتك شكيتي به؟ شكيت به وحكموا له كل وكسر طوموبيل تاع واحد الراجل وحكموا عنده السيف. صافي طلع بربع قضايا. شحال حكموا له؟ 4 سنين و4 شهور. عملك لي جوج موقع عليه دخل فيهم الحبس. دخل جو 6 شهور وخرج فقط. اه، يعني اسمحي لي نقول لك العاده نتاعنا بكري الله يرضى على البونديه تاع بكري. بكري كان انسان يدير يكون سوفاج، وشنو كي يتزوج خلاص كي يتزوج يولي الخدمه الدار المراه الدراري شفاو لهم بكري اللي كنا نقولوا واعرين. الان انا ندوخ كنت مع راجل مزوج وعنده زوج بنات وعنده سيف ويضرب في الزنقه ويكسر الطوموبيل تاع الناس وعطاه سكن اجتماعي وعطاه له سكنه. يعني 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 يقعد سوفاج حتى بعد الزواج. حنا بكري نشفى وبكري الواعرين تاع الصحه كي يتزوجوا خلاص كي تفوت هي ما تخطب له شغل يستحقل يدخل للجامع خدمته صلاته خدمته مرته ولاده. انا نقول لك هذا راجل علاه هو يعني يحقر فيك؟ لان وجدك وحيده. وين باباك؟ وين معمومك؟ شحال عندك عمومك؟ عندي واحد 8. ثمانية غير الفم يقول 8 عموم. لو كان كل واحد يزورك مرة في الشهر راهي 8 شهور عندك عمك في الدار الله يبارك، باباك، عمومك، خوالك. أين 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 الناس؟ أين العائلة؟ أين الرحم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت والمرض قال أوصيكم بالقوارير. سماها قارورة المرأة، قارورة زجاج كي تكسر ما كاش كيف تلصقها. اوصيكم، جعلها وصيه. شيخ اسمح لي فقط، معنا والد سهام. الو الو الو، مرحبا بك معنا في برنامج ما وراء الجدران. ايه انا السيد نور الدين. راهي معنا سهام بنتك. ها؟ بنت سهام. سهام تعرفها بنتك؟ ماشي بنتي. ماشي بنتك؟ ايه، احنا متفاهمين. دار شراء عندي ورقه من الاخر من دار شراء ومن هنايا ما
بروكيور داروا تحقيقات والاخر ما يماها والاخر كذا ما عندهاش حتى حاجه. وشنو هاد الورقه تولا ديان؟ سهام. سهام بنتك ولا لا؟ لا لا يا اختي يعني هما تاع مشاكل وسمحي لي تاع دعاره وقفنا في دار الشراء وعندي ورقه ما عندي وكيل الجمهوريه يمتني فيها بلي مدي الدور ديالي هي اللي يماها فهمتي. ولكن هي راهي تاكد انه وراجلها دخل الحبس ودارت الاخرى وطلقها وقعوا الدار فهمتي كيفاش ودارت دعاره في دارو عندها سوابق هذيك مشاكل هذيك ماشي ناس اللي يحشموا ويسحوا تعيوا في وقتكم باطل مع هذوك الناس. ولكن هي راهي تاكد انه سهام ما تقول بلي انت هو باباها بموجب زواج بالفاتحه بينك وبين يماها. لا ما كاش يا اختي ما كاش. وكيفاش كانت عايشه عندك طيله هاد السنوات؟ كانت عايشه عندك؟ كانت عايشه عندك في دارك؟ ما كانت عايشه عندي عم عمري ما شفتها كاع عايشه معايا انتوشي. اذا كيفاش رحت للعداله بما انه ماشي بنتك وما تعرفهاش؟ تحبوا انا كنت في العسكر وكان عندي صاحبي وصاحبي هذاك انا رحت لارمي في وقت الارهاب وتزوج بها وفد بها الكاش وحبوا لها يلقوني تهما وكي خرجت من العسكر ولاو يشوفوني 150 متر قرب ليا فهمتي ويعرفوني كلش وبهدلوني وخليها ربي يبر فهمتي كيفاش. يعني سيد نور الدين انت تعرف باباها شكون؟ بابا ما نعرفوش بابا. انا قلت لك وقت الارهاب رحت العسكر اختي كنت مع يماها تعرفني ونعرفها كانت فيه علاقه بينك وبين يماها؟ كانت فيه علاقه؟ لا كان علاقه تاع الصغر تاع ما عندها هي ديجا يماها اصلها تونسي وما فرجوش فيها حكايه فيها ماشي يعني. درت لها ديان؟ درت لها ديان؟ واش لا ديان؟ تحليل لا ديان باش تعرف اذا سهام بنتك ولا لا؟ بما انه راك تقول كانت مع علاقه مع شخص اخر. العداله وكيل الجمهوريه درسوا القضيه عطوني ورقه من دار الشرع من عند وكيل الجمهوريه مشينيا بالكاسي تاع وكيل الجمهوريه باللي ما تزيد الدور بيا ما ندور بها ما يزيدوش يدوروا بيا كي هي كي ما. عندك سهام تدخل او ياكد انه انت ماشي بنته؟ يقول لك عنده باباه مو كاع مشاهدين كاين شهود وطالبه دليل قضيه وعمومي خاوته خياته. في البدايه انه هو ما اعترف بلي انت بنته. هو بان بلي ما هوش معترف اصلا. لا انا ما عنديش ثلاث ايام اللي كنت نهضر معاه في التليفون. راك تسمع فيها سي نور الدين؟ عندي ثلاث ايام اللي كنت نهضر فيها معاه في التليفون قلت له ما تسقسي ما تعيط ما تقول بنتي. قال لي علاش انا علاش انت ما تحوسيش عليا؟ قلت له ماما انت تحوس عليا ربي شاهد عليا. نعم تفضل الشيخ هو يسمع في نور الدين. ربي شاهد عليا عندي ثلاث ايام اللي. سي نور الدين هذا الكلام اللي راك تقوله راك تتهم في الزوجه نتاعك بالزنا والشريعه تقيم عليك حد القذف لان الاتهام بالزنا هو من الكبائر فعليك ان تتقي الله وعليك ان تعرف ماذا يخرج من راسك وماذا تقول. ما هي سهله تقول باللي يماها كانت في علاقه مع رجل اخر هذا كلام لا يكفي. انت تقصد باللي في علاقه محرمه يعني وصلت الى الزنا وجابت هذا الطفل فهذا قذف. هذا الكلام يسمى قذف. يعني حبك تخاف ربي في هذه المساله ولا تقول الا الحق. للاسف انا لا اسمع. سيد نور الدين رداءة الصوت راهي طاغية. قل لي سيد نور الدين للمرة الأخيرة تأكد أنه ماشي بنتك. ما كان حتى بيني وبينك بلي ماشي بنتك. أنا راح نقمتها عليها نقمتها ماركاتها عليها ما لقيتنيش حنا كنا نسكتوا في حي الرملي بعيد عليه 150 سقسيه برك ولا هذا الطفلة زادت والزوجية كانت قائمة بينه وبين زوجته. كي زادت هذا الطفل ولكن هو ينكر انه مزوج مع يمها بالفاتحه الشيخ اصلا هو ينكر ماشي يعترف بلي كان في علاقه غراميه ما بيناتهم في الصغر ولكن شيء اخر لا يوجد. يقول انه ماشي مزوج اصلا. نور الدين اسمح لي فقط سؤال انت مزوج مع يمها بالفاتحه؟ ما تزوجنا لا بالفاتحه لا ولو يخبر لا يعترف وما كاش مجلس فاتحه قلتي كاين عمومك قالوا لك يهضروا يماها جداتي كلهم يعترفوا بلي كاين مجلس فاتحه وداروا الحشا وداروا يكفي زوج شهود ازفوا كاع الدواء وشوفوا شيخنا فوتوكوبي يكفي زوج شهود ولاد اللي جايبهم مع مرته هذو ما يشبهولوش كيما انا نشبه لا لا داكي من يشبهوا داكي من هذا سي نور الدين علاش سهام يعني راهي تلح وتاكد انه انت هو باباها باسكو تربيت عنده هو اللي رباني وي تربيت يقول لها تربيت هذا لا يكفي يا اختي هكذا اقولها
قول لها اسمعي عندي عندي تما نجيب لك التوان تاعي عارف تاع الرمل هذيك تاع الجبل مفتوحه ليك وقت ما حبيت تما هم طربين قاع الطلبه والتشرد والاخر نسخروا بيه انا حبوا يعرف بلي اذا خوتك كلهم ويماك وباباك يشهدوا بلي كان كاين مجلس فاتحه مجلس عقد وكاين امام جاد الفاتحه فهذا زواج صحيح اذا ولدت بعد 6 أشهر من هذه الفاتحه فالولد للفراش ونسبها صحيح وهي بنتك. نعم شكرا لك سي نوردين. انقطعت المكالمه. يعني هنا ربما الشيخ كل شيء تتبدل الامور تنقلب الموازين نفس الحالات شيخ في كل حالات دائما كاين انكار في كل الحالات يعني الابن دائما يقول كاينه فاتحه لانه الجهه شويه كبيره انه يقول ما كانش فاتحه. نعم حتى اذا كما كانت بالمقابل الاب والام دائما يقولوا باللي ما كانش فاتحه يعني ولكن استاذ هنا ما فهمناش اذا قال لك القضيه حبست عن طريق وكيل الجمهوريه لا ما حبستش ما درنا والو واش يقصد هنا واش ما درنا والو ما كان والو انا جيت شوفي حبيت باش يستعرض بيا بابا كنت نبعث له عبادي يروحوا ليه كاين ناس حما كومبليك شهاد لا فهمينا لانه ما فهمناش واش حب يقول كي قال لك رحنا للعداله وما رحناش للعداله ما رحناش رحت ليه في السمار كما كنا نسكنوا في الفوضاوي عطاني 200,000 اللي كتبي ما قال بس زعما باش يحطني على اسمه باسكو شاف لاكارت تاعي كيما راكي تشوفي فيها غدوه من هذا كي وليت باش يعطيني شهادة الميلاد تاعو الاخر باش ندفعها في الجوجمون باش ندفع ديريكت لدار الشرع قال لي ننصحك نصيحه لوجه الله ان شاء الله ربي يجيبها لي في هذا العيد وعواشر مليح كي يعرف وجه الله روح قال لي انا تياكي عاقده قلت له ايه قال لي دوم لك دارك وولادك وراجلك قال لي كي نعطي لك اسمي وش راح ديري به او يسمح فيا ولكن هو راه يرفض جملة وتفصيلة أنه أنت بنته ويرفض أنه يمنحك اسمه بصح للناس يقول بنتي برا والناس على بالهم بلي أنا بنته خليني يا أختي دقيقة نقول لك واحد الفائدة هذه فائدة لأني دائما أنا أناضل من أجلها لو أن الدولة الجزائرية الأئمة نهار يعقد يعطوا له دفتر كما يديروا للمأذون دفتر كي يعقد الفاتحه لما يدير الفاتحه ياخذ الامام موظف عند الدوله السجل تاع الزواج في البلديه يعطوه للامام كي يروح يعقد في نفس مجلس الفاتحه يدير العقد المدني ويبقى مسجل الان نعرفوا خاطر كي تقول لي كاين امام حضر كل شيء يكون موثق يكون موثق اليوم خلينا من كلامه نروح نشوفوا العقد العرفي تاع الامام نسيبوه موثق بان الامام عقد الزواج فنصدق نصدق الامام لكن احنا الان العقد العرفي لا يوثق ولا يسجل يتزوجوا بالفاتحه عند الامام ومن بعد يروحوا للبلديه مزوجين احنا ندعو الى الجمع بينهما في نفس المجلس نعم انت يا تعرفي الامام اللي فتح لهم ما على باليش انا كنت عمومك في 8 ايام يقول لك شنو الامام تاع الجمع قال لك انا قلت لهم هو كان يقول مع الاول يقول زعما بنته ماشي بنتي ومنا قال لي انا يا عمتي وجده يمه قالت لي انا يا بنتي تشهدي قلت لها تشهدي معايا بلي انا بنت يمه كي كنت يما حاطتيني اسم تاعها باش تماركيني محبي باش نعقد قالت لي يا بنتي انا ما شهدت شهاده الزور تشكي باباك اني شاهده نشهد معاك كي انا كي عمتك نشهدوا معاك يا اختي واحد معمومك يروح للامام اللي فتح الباب عمومي كاع صغار عليه بصح نقول لهم نسقسيهم امام هذا امام اذا عندك تشهد في الفاتحه تاعك ولكن شيخ تسمح لي كنت بحث في امر يشهدوا معها في ماذا؟ على صحه العقد والزواج باللي جايه من حزب شرعي وشكون اللي يثبت الزواج هذا يثبت تروح للمحكمه لا ما تثبت هي الزواج وحدها لا نقصد اثبات النسب اولا باللي العقد صحيح وثم بعد ذلك الاسناد تسند نسب الاب الى البنت ولا تسند الام الى البنت نعم. هو لازم يكون كاين تثبيت زواج عن طريق القضاء وهنا يمكن لها ان تدير لديان شيخ باش ربما هي هو المشكله لازم يكون عقد لانه من بعد راح نتحدثوا على العلاقه غير شرعيه اذا قمنا باسناد اسناد نسب تحيل الاب تاعها فقط والله الى الام فقط بدون زواج راح يكون اسناد غير شرعي النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا الحدود بالشبهات احنا نمشوا في اتجاه ان النسب تاعها صحيح هذا هو الاصل اذا ثبت العقد وانت جيتي بعد العقد بمده 6 أشهر نعم فالحمد لله راهو انا يما شيخنا يما كي تخطات بابا كان في عمري عام 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 ونص يعني سهام انت اليوم راكي 25 سنه في عمرك هو راح وخلاها هذه ليست حجه هذه لا لا لي
باسكو واحد وقع عمري عام بعد ذلك راح للارمي وخلاها. نعم سيها من اليوم 25 سنه ام اللي بنتين باباك يرفض انه يسجلك اذا كان باباك والزوج مطلقك بابا واش طلبت جيتي لبرنامجنا طلبت انا منكم تعاونوني باش يعطيني اسمي طالبه لي زاناليس طالبه كلش هو على باله قبل ما يتزوج كان يروح لمرته يقولها عندي بنتي بلاكي ومنا يتزوج بها وجهلوا نداءك انا نقول له كل عليك ربي باسكو انا بيه تحقرت وهو على باله بلي انا باب بلي هو بابا باسكو انا يشبه له وجهي خطره جاب صاحبه للدار كان يخدم معاه جابوا للدار انا قاعده في الدار قال له نور الدين ما عندك ما تهدر لما ما بش جاب لي ربي بالك قال له برا ماشي بنتي ولا لي موسوس ولا كي جا للدار قال له نور الدين ما عندك ما تهدر ولادو اللي جايب مع مرتو هذو ما يشبهولوش كيما انا شبه له يعني والطريقه ربيني كان كنت صغيره كان يقولي نخدم لك كباغات ندخلك تقراي ندير لك ومن بعد ما باليش كيفاش تبدل عليا ما على باليش هاي المراه في الحاله نتاعها في الجزائر هاي وضعيتها يعني عوض ما مرتاحه مهنيه في دارها راهي تبحث على هل هي بنت يماها هل هي بنت باباها هل راجلها هذا عنده حق معها في السكن او لا ولا تعرف المحاكم بوست بوليس داك الوطني حسبنا الله ونعم الوكيل باباك اسمه نور الدين ياسين نور الدين اتق الله فانك ستموت دير جهدك باش تسوي وضعيه هذه الطفله هذا اللي نقولك وانت يا كذلك من هذه الزوجه كيطلبي الحمايه لانه بعد ما طلقك راه يجي يشوش عليك في البيت الحمايه ماشي ليا معليش انا لبناتي يجي سكير في حاله سكر ماشي ليا الحمايه انا حابه اولادي ما يترباوليش في الزنقه باسكو عندي زوج بنات ماش حابه واش تربيت انا واش شفت انا يشوفوهم حبي يدير لك الدار هو حبي يدي الدار قال لك تخرجي انت ودير عليه تخرجي قول لي بعد ما وقع او ينفق عليك ما ينفقش نسحق والو نسحق بناتي ما يخرجوش من الدار هنا استاذ يقدر يحرمها من السكن يقدر يدي لها السكن طبعا اذا كان السكن فقط. استفاده ليه شخصيه لانه حتى هي عندها اجتماعي سنين كيف وصلنا ناسي ولكن انت ما عندكش عقد باش انت اللي تقرري السكن هذا شكون كاين قوانين تحكم السكن انت اولا عندك مشكله في الاسم وهذه حقيقه ولو اني انا اللوم في جميع الحالات اللوم الدوله لان الدوله هي عندها السلطه اللي تقدر تسوي وضعيه الناس ما يقدروش انت الان المصير تاعك في يد باباك ويماك اذا هما رفضوا حتى اذا رحتي للتحاليل اذا هما رفضوا يديروا التحاليل تدخلي انت تجيبوهم بالشرطه وينحوا لهم الدم ويديروا لهم تحاليل يما ولا اي شيء اخر لا هذا يما راهي معايا قالت لي نشهد معك وفتش حبيتي راني معك اذا الام تاعك تروح دير دعوه تثبيت زواج مع الاب تاعك وبعد ذلك دير اسناد نسب وتتهنى انت ما تحتاجيش الاب تاعك الام تاعك تدير دعوه تجيبوا شهود وتعمل تحقيق ويديروا اسناد نسب نعم. ولكن السكن هو حق الشخص اللي خرج باسمه السكن بعد الطلاق من بعد في تسويه الوثائق راح يتبع ايضا الزوج ممكن تقدري انت تقدمي طلبات وتقدري تروحي تتصلي بالمصالح تاع الولايه ولا المصالح تاع الديوان الترقيه السير العقاري وتقدمي ما يثبت بانك انت شغله الاماكن وانت استفدتي من السكن وممكن تكون حلول اخرى رحت وقالوا لي زعما غدوه جوزي باش يدخلوني نعم انا كلمتي في هذا الموضوع من يحمي زوجة الخمار في هذا البلد من يحمي زوجة القمار رجل خمار ياتي بالسيف الى بيته ويضرب الزوجه نتاعو اني فهمت قبل الحصاب اللي ظهرك راه مقطع يعني بالسيف اللي ضربك به وكيبك ومن يحمي هذه الشريحه الضعيفه في هذا المجتمع اين الجمعيات النسويه اللي يضلوا يهضروا على قانون الاسره ويضلوا يهضروا اين انتم اين المجتمع المدني حسبنا الله ونعم الوكيل شكرا لك شيخ يعني نشكرك مره اخرى سهام باباك قال انه راح يجينا لبرنامجنا احنا اكيد ابوابنا مفتوحه ليه باش نسمعوا له ونشوفوا التعليق ورايه في هذه القضيه شكرا لك مشاهدينا اما انتم متواصلين معكم بعد هذا الفاصل وحين نتقاسم معكم فرحه لقضيه خاصه كانت مرت معنا في البرنامج